السلام عليكم ورحمة الله، معكم ست مريم من قناة أبسط طرق للتعلم. درسنا اليوم هو مراجعة الفصل الرابع رياضيات الصف الثاني ابتدائي. عندنا أولا جمع المئات، هذا التمارين على موضوع جمع المئات. منطين هنا مثال اجمع 1 + 6. هنا من نجي نشوفه انه هي احد باحد، يعني وحدات. هنا 1 + 6 يساوي 7. هنا إذا حولناها على المئات شو نقول؟ نقول 1 + 6 إيش قد يساوي لنا؟ يساوي لنا 700. يعني نحسب 1 + 6 يطلع لنا 700. هذا 1 شنو يعني؟ يعني 100. 1 يعني 100. 600 شنو يعني؟ يعني 600. هنا نفس الشيء، يعني نقول 100 + 600 إيش قد يساوي لنا؟ 700. يعني هنا هي نقدر نسوي طريقة انه اصابعنا نعتبرهن مئات، يعني كل اصبع واحد نعتبره 100، ونحسب مثل ما نحسب الاحاد. شلون نحسب الاحاد باصابعنا؟ نقدر نعتبر اصابعنا كل اصبع 100، ونقدر نحسب المئات بكل سهولة. يعني نقول 100 + 600 يساوينا 700. هنا تدريب 3 + 6، 3 + 6 يساوي 9. 9 هنا من نريد نحولها نقول 300 + 600 ايش قد يساوي لنا؟ نفسها هي 9، نقول 3 + 6 يساوي لنا 900. هنا 300 يعني 300، 600 يعني 600. من نريد نجمعهم نقول 300 + 600 يطلع لنا 900. هنا نعتبر الأصابع 100 100، ونجمع أو نقول 3 + 6 يساوي لنا 9، ونحل مثل ما منطينا بالسؤال. إذا قايل 300 + 600 نقول 900. إذا منطينا بالسؤال 300 + 600 نقول 900. الدرس الثاني الجمع مع عادة تسمية الآحاد. هنا منطيني جدول قيمة مكانية، نشوف هنا الآحاد احتاج تسمية أو ما احتاج تسمية. منطيني هنا العدد مئات، آحاد بعشرات ومئات، 263 + 18. هنا مسوينها حسب الجدول القيمة المكانية. هنا الآحاد نجمع الآحاد ويا الآحاد، نقول 3 + 8 يساوي 11. 11 هنا نخلي الواحد، والواحد هنا بالعشرات نخلي إعادة تسمية. إعادة تسمية هنا نجمع العشرات، نقول 1 + 6 يساوي 7 + 1 يساوي 8. هنا الاثنان بالمئات تنزل، ماكو عدد وياها فتنزل، راح يصير العدد 281. هنا نحتاجين عادة تسمية، نعم محتاجين عادة تسمية. هنا بالآحاد نحتاجين عادة تسمية، نخلي دائرة حول نعم. هنا نحدد يريد من عندنا الآحاد والعشرات والمئات. هنا الآحاد إيش قد الآحاد؟ 1 طلع. إيش قد العشرات؟ 8. إيش قد المئات؟ 2. 281. هنا عندنا استعمل جدول القيمة المكانية لأجد ناتج الجمع. نسوي هنا جدول القيمة المكانية آحاد عشرات مئات، ونخلي هنا الأعداد. هنا عندنا العدد الأول 526، 526 + 36. هنا نجمع الأحاد ويا الأحاد، نقول 6 + 6 يساوي 12. نخلي هنا 2 و2 هنا العفو الواحد إعادة تسمية. إعادة تسمية نقول نحسب العشرات، 1 + 2 يساوي 3 + 3 يساوي 6. هنا المئات ننزلها 5، يصير الناتج 562. زين هنا احتاجين إعادة تسمية، نعم احتاجين إعادة تسمية، احتاجين إعادة تسمية. إيش قد الآحاد والعشرات والمئات؟ هنا عندنا الآحاد 2، العشرات 6، المئات 5. الدرس الثالث الجمع مع عادة تسمية العشرات.
هنا جدول القيمة المكانية 383 زائد 142، نحسب الأحد والأحد، نقول 3 زائد 2 يساوي 5. 8 هنا ما سوينا عدد تسمية الأحد، هنا نسوي عدد تسمية بالعشرات. هنا نقول 8 زائد 4 يساوي لنا 12، هنا نخلي 2 والواحد نخليه بالمئات. سوينا عدد تسمية هنا للعشرات. نحسب المئات، نقول 1 زائد 3 يساوي 4 زائد 1 يساوي 5. احتاجين عدد تسمية؟ نعم احتاجين عدد تسمية للعشرات. هنا الأحد 5 والعشرات 2 والمئات 5. هنا هم يريد جدول القيمة المكانية. هنا نسوي جدول القيمة المكانية للأعداد، نقول هنا 0 زائد 6 يساوي 6. هنا نحتاجين إعادة تسمية للأحد؟ لا، هنا راح نحتاج إعادة تسمية بالعشرات، نقول 7 زائد 7 يساوينا 14. هنا نخلي الأربعة وهنا الواحد إعادة تسمية بالمئات. نقول 1 زائد 5 يساوي 6 زائد 1 يساوي 7. هنا الناتج 746. احتاجين عدد تسمية العشرات؟ نعم احتاجين عدد تسمية للعشرات. الآحاد 6، العشرات 4، والمئات 7. الدرس الرابع جمع الذهني. أجد ناتج الجمع 152 زائد 200 ذهنياً. نجمعهم هذول العددين ذهنياً. أول شيء شو أسوي؟ نجمع الآحاد ويا الآحاد ونطلع الناتج، نقول 6 2 زائد 0 يساوينا 2. بعدين نجمع العشرات، هنا العشرات الخمسة شنو تعني؟ تعني 50. هنا العشرات 0 يبقى 0، هنا نجمع العشرات نقول هنا 50 زائد 0 يساوينا 50. نروح للمئات، هنا 1 بالمئات يعني شنو قبلها مرتبتين؟ يعني 100. هنا بالمئات 200، هنا نقول 100 زائد 200 يساوي 300. هنا الناتج نجمعه، نقول 2 زائد 50 ننزلهم، 2 زائد 50 زائد 300، ونبدي هنا يعني هذه أحد عشرات مئات، نبدي ننزلهم، نقول هنا 2 هنا بالأحد العشرات 50 المئات 300. هذا هو الجمع الذهني. هنا التدريب أجد ناتج الجمع ذهنياً 262 زائد 36، هنا راح نجمعهم ذهنياً. شو نسوي؟ هنا نجمع الأحد ويا الأحد، نقول 2 زائد 6 يساوينا 8. نجمع العشرات، هنا 6 بالعشرات يعني 60، هنا 3 بالعشرات يعني 30. هنا نقول 60 زائد 30 يساوي 90. هنا نروح للمئات، نقول هنا 2 بالمئات يعني 200، هنا ماكو مئات، هنا 200 هذه المئات. هسه نجمع الناتج اللي طلع لنا، نقول 8 زائد 90 زائد المئات ايش قد؟ 200 ويساوي هنا عندنا 8 بالآحاد وبالعشرات 90 يعني 9 وبالمئات 200 يعني 2. الناتج 298. هنا نكتب الناتج 298. النقطة الثانية 220 زائد 121، هنا نجمعهم ذهنياً، نقول هنا الأحد ايش قد؟ 0 زائد 1، 0 زائد 1 يساوي 1. العشرات هنا ايش قد؟ 20 زائد 20 يساوي 40. المئات هنا 2 بالمئات يعني 200 زائد 1 بالمئات يعني 100 ويساوي 300. بعدين نجمعهم، نقول 1 زائد 40 زائد 300 ويساوي هنا الأحد ايش قد؟ 1، العشرات 4 والمئات 3. الناتج 301. الخامس الأنماط العددية. مثال: أصف النمط ثم أكتب العدد المفقود. هنا منطينا 110 صارت 120 صارت 130 صارت 140. هنا الزيادة وين؟ الزيادة بالعشرات، هنا 1 صارت 2 صارت 3 صارت 4، يعني هنا نزود 10 10. 110 صارت 120 130 140. هنا العدد المفقود نخلي 150، نزود 140 نزودها 10 يصير 150.
تزداد الأعداد بمقدار 10 في كل مرة. هنا أصف النمط ثم أكتب العدد المفقود. هنا عندنا 324 صارت 334 444. هنا كذلك زودنا 10 لأن الزيادة صارت بالعشرات. هنا 2 صارت 3 صارت 4، يعني هنا زودنا 2 زودناها 10 تصير 3، 3 من زودتها 10 تصير 4، يعني زودنا 10 10 لأن هي مرتبة العشرات. إذا مرتبة المئات نزود 100 100، إذا تغيير مرتبة الآحاد نزود نشوف إيش قدر الزيادة، 1 1 2 2، نشوف حسب المطينة بالمثال. هنا هسه الزيادة وين؟ الزيادة بالعشرات نزود 10 10، يعني هنا نقول 354، لأن هنا 20 هنا 30 هنا 40 هنا نصير 50. هنا نكتب تزداد الأعداد بمقدار 10 في كل مرة. هنا عندنا اختبار الفصل، اجمع 6+3=9، 600+300 ايش قد يساوينا؟ يساوينا 900. هنا 600 يعني 600، 300 يعني 300، نقول 600+300 يساوينا 900، 5+4 يساوينا 9. هنا 500+400 يساوينا 900، 500+400 يساوينا 900. هنا أجد ناتج الجمع، هنا 6+6 يساوينا 12، هنا نخلي الاثنان وواحد إعادة تسمية بالعشرات. هنا 1+0 يساوي 1، 3+3 يساوينا 4، هنا 5 تنزل لأن ما بيها مرتبة جواها. هنا 5+9 يساوينا 14، هنا نخلي 4 وواحد إعادة تسمية، 1+1 يساوينا 2، 3+3 يساوي 5، هنا 2+4 يساوي 6، 8+3 يساوينا 11، هنا نخلي 1 وواحد إعادة تسمية، 1+4 يساوي 5، 6+6 يساوي 11. هم نسوي 1 هنا وإعادة تسمية للعشرات، يعني هنا شنو؟ هنا سوينا إعادة تسمية للآحاد وإعادة تسمية للعشرات. هنا نقول 1+4 يساوي 5، 3+5 و3 يساوي 8، هنا نقول 1+7 يساوي 8، 8+2 يساوي 10، هنا نخلي 0 وواحد إعادة تسمية. هنا سوينا إعادة تسمية فقط للعشرات. هنا 1+3 يساوي 4+1 يساوي 5. هنا سابعا جد ناتج الجمع ذهنيا. هنا عندنا 332+242 نجمعهم ذهنيا، نجمعهم بهاي الطريقة، نقول 2+2=4، 30+40 نقول 30+40 لأن قلنا هي مرتبة العشرات يساوينا 70، 30+ هنا مرتبة المئات، 300+400 نعدنا 300+400 لأن مرتبة المئات ويساوينا 700. هنا نجمع الناتج نقول 4+70+700 ويساوي هنا ايش قد الآحاد؟ الآحاد 4، العشرات 7، المئات 700، الناتج 774. النقطة الثامنة 342+51، هنا نجمعهم ذهنيا نقول 2+1=3، هنا الأحد 2+1=3، هنا 4 يعني 40 بالعشرات، نقول هنا 40+ هنا بالعشرات 55 ويساوي لنا 90. المئات هنا عندنا 300 ما عندنا هنا مرتبة المئات. هنا نجمع نقول 3+90+300 ويساوي هنا الأحد إيش قد؟ 3، العشرات 9، المئات 3، الناتج 393. هنا نكتب 393. أصف النمط ثم أكتب العدد المفقود. هنا عندنا 560 صارت 562، 564، 566.
هنا نلاحظ وين الزيادة، هنا بالآحاد، هنا صفر صارت اثنان، صارت أربعة، صارت ستة. إيش قد زودنا؟ اثنين اثنين، يعني صفر اثنين أربعة ستة. هنا شو نخلي؟ ثمانية بالآحاد. هنا نقول 568. هنا نقول تزداد الأعداد بمقدار اثنين في كل مرة. هنا عندنا 954 صارت 964، 974، 984. هنا نزودين 10 10، ليش؟ لأن الزيادة في مرتبة العشرات. هنا 5 صارت 6، صارت 7، صارت 8، هنا نصير 9 بالعشرات. 994 هنا تزداد الأعداد بمقدار 10. هنا النقطة الأحدى عشر اشترت ميسرون 6 قلائد في كل منهما 40 خرزة، كم خرزة في جمع القلائد؟ هنا لازم نسوي جدول عدد القلائد، نسوي جدول نقول عدد القلائد على عدد الخرز. هنا قلنا ان الخرزة القلادة الأولى ايش قد بيها؟ بيها 40 خرزة. هسه نحسب القلادة الثانية كم بيها خرزة، يعني نقول 40 زائد 40. احنا نريد نحسب عدد الخرز، نقول 40 زائد 40 يساوي 80، يعني اثنين قلائد ايش قد كم خرزة؟ 80. هنا القلادة الثالثة نقول 80 زائد 40 زائد 40 يطلع لنا الناتج 120. 120 زائد 40 بالقلادة الرابعة نقول 120 زائد 40 هنا يطلع لنا 160. بعدين بالقلادة الخامسة نقول 160 زائد 40، يعني كل قلادة نزود 40، نقول 160 زائد 40 يطلع لنا 200. 200 بعدين القلادة السادسة نقول 200 زائد 40، 200 زائد 40 يطلع لنا 240، يعني الناتج هو 240. 240 خرزة، يعني 240 خرزة في 6 قلائد. في 6 قلائد هذا هو الجواب عن هذا السؤال. وإلى هنا انتهى الدرس، ومع السلامة.